فينبغي لنا أيها الإخوة أن نغتنم هذا الموسم الذي نحن فيه، هذه العشر المباركة هذه والله غنيمة رابحة لمن وفقه الله عز وجل. هذا الموسم موسم من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فاجتهدوا لنجتهد جميعا ولنشمر ونضاعف الجهد في العبادة والطاعة، فهذا أوان تعبد المتعبدين وهذا أوان اجتهاد المجتهدين. فاجتهدوا أيها الإخوة، فوالله ما هي إلا ليال معدودة وسرعان ما تطوى صحائفها. ينبغي أن نغتنم هذه الليالي العظيمة، هذه الليالي الشريفة، هذه الليالي المباركة، أن نغتنمها فيما ينفعنا بعد مماتنا وفيما ينفعنا عند لقاء ربنا عز وجل. وليحرص المسلم على أن يجتهد في جميع الليالي، لأنه إذا اجتهد في جميع الليالي أدرك ليلة القدر لا محالة. فإن بعض الناس يركز على ليالي معينة وقد لا تكون هذه الليالي التي تركز عليها ليلة القدر فيفوته خير عظيم. ينبغي إذن نجتهد في جميع الليالي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحيي هذه الليالي بالعبادة ويحييها بالصلاة. ومن تيسر له أن يعتكف فالاعتكاف هو السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان في مسجده. ومن لم يتيسر له أن يعتكف لا أقل من أن يعتكف في الليل أثناء وجوده في الحرم ينوي اعتكافا، فإن الاعتكاف يعين الإنسان على الطاعة وفيه أيضا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.